أولا هذه حادثة أليمة، وكل ما نفقد طالب وعضو من الأسرة الجامعية هذا حاجة أليمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وحنا كنا خدينا إجراءات مقبل، وهذه الإجراءات بدينا بتغيير على بعض رؤساء ولا مديري الخدمات الجامعية، والهدف تاعنا هو تحسين حوكمة الخدمات الجامعية في المرحلة اللي قلنا المرحلة بالمدى القصير. والآن في المدى المتوسط رانا كنا تكلمنا على اللجنة اللي راهي تقوم الآن بتقديم مشروع إصلاح الخدمات الجامعية اللي نقدموه سيد الوزير الأول سيد رئيس الجمهورية. الآن العمل راه قريب ينتهي باش نقدموه، ولكن احنا بناخذوا كل الإجراءات باش هذه الحادثة اللي أسرات البارح ما تعاودش تصرا في المؤسسات الخدماتية.